عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مشاركته في النسخة 26 من فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء مساء يومه الجمعة ندوة حول موضوع الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض. اللقاء هو يتعلق بمنازعة الشغل. اليوم كاين بعد دولي، كاين عقود أجانب، كاين أزمة اقتصادية تؤثر على المقاولات المغربية، هناك حالات طرد متعددة، هناك مشاكل في هذا الإطار، هناك قضايا الصلح، كلها تتعلق بالمنازعات في مجال العلاقات الشغلية، وهي موضوع هام جدا وله تأثير على استقرار الأسر، على استقرار المقاولات، على استقرار الاقتصاد، على تثبيت الأمن الاقتصادي في البلد. إذن كيف تعامل القضاء مع هذه القضايا ومحاولة إيجاد توازن بين الحقوق؟ هي مسألة صعبة وشاقة. كان اللقاء جد ممتع جدا، لقاء تناولت فيه مجموعة من النقاشات القانونية التي خلقت إشكالا يعني واقعيا. لمسنا في هذا اللقاء مجموعة من الحلول التي دأبت محكمة النقض على اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة الهادفة إلى خلق نوع من التوازن ما بين المؤجر والأجير. الندوة التي أطرتها الأستاذة ملكة بن زهير رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض وحضرها قضاة ومستشارون ومحامون وباحثون قدمت للحضور شروحات حول الأمن الاجتماعي وحول التحديات التي يواجهها القضاء في المجال مبرزة عددا من القرارات التي يتخذها لحماية الأجير أولا وحماية المشغل ثانيا. هذا اللقاء كان في إطار لقاء توصلي ما بين قضاة محكمة النقض وما بين المواطن بالخصوص وما بين أساتذة جميع كذلك، وبالتالي هذا كي الندوة أسفرت عن كون هناك علاقة بما يسمى بالأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن القانوني والقضائي، لأن كلما كان هناك أمن قانوني أي صياغة النصوص بصورة واضحة كلما كان هناك أمن قضائي، لأن القاضي يستنبط هذه الأحكام من خلال الأمن القانوني، إلا إذا كان غموض فهو يجتهد، والاجتهاد فعلا من شأنه أن يكرس قاعدة قانونية، والقاعدة القانونية فيما بعد ستصبح بمثابة نصوص قانونية ولكن تتماشى والمستجدات الحالية التي نعيشها من ثورة رقمية، من كذلك ثورة تكنولوجية، ثم من ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الذي أصبحت مفاهيم جديدة لما هو عليه الآن. كما تم التأكيد خلال الندوة على الأدوار المهمة للقضاء في مجال الأمن الاجتماعي والقضائي والقانوني وفي مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملة.